بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم على السبيس في الريفت ام اي بي. السبيس بيساعدني في ان انا اعمل حسابات كل الغرف الموجودة في قلب المبنى. يعني مثلا وليكن دي هنا الغرفة دي فيها روم بس ما فيش سبيس فيها، فهقول له انا عايز احط سبيس من انالايز، هقول له سبيس. طيب هو كده حط السبيس. طيب انا عايز بدل ما اكتب انا الاسم يدوي تمام واكتب الرقم يدوي، لا انا عايز الاسم يتاخد على طول من الروم بحيث ان يبقى اسم الروم هو نفس اسم السبيس. فهاجي هنا من انالايز واقول له سبيس نيمينج، هيبدا ياخد النيم والنمبر من الروم. اقول له اوكي، هياخد الاسم اهو تلقائي. طيب لو انا حاسس ان السبيس دي كبيره اقول له سبيس سيبريتور وابدا اقسم السبيس تمام، وهروح حاطط في الحتة اللي فوق دي سبيس جديدة. طيب انا دلوقتي السبيس ديت عايز ابدا اشوف الحسابات بتاعتها، فانزل هنا الانرجي انالايز تمام، الاقي هنا سبيس تايب هو بيفترض انها بيلدينج، لو انا مش مديله اي معلومة بيفترض انها بيلدينج الديفولت بتاعه. فانا باجي هنا وابدا اقول له لا ده السبيس ديت هتبقى اكتيف ستورج، هتبقى بنك، اي واحده من دول بختارها بيبدا يتغير القيم بتاعه البرامتر بتاعتها. زي مثلا البنك كاستمر اريا، الاريا بير بيرسون 3.3، طب الباور لود، طب اللايتنج لود، وهكذا. طول ما انت بتختار بيبدا يظبط لي الاعدادات ديت. طيب لو انا عايز اغير في الاعدادات ديت باجي من مانج واجي من الام اي بي بيلدينج سبيس تايب سيتنج، الاقي دي خصائص البيلدينج. لو انا اخترت مثلا هوتيل يبقى الاعداد بتاعته تبقى عامله ازاي للبيلدنج كله. طيب لو سبيس معين دي السبيس، طب انا عايز اغير رقم اقول له مثلا خليه دي ب2 تمام، دي خليها مثلا ب7 4 تمام، حسب ما انت شايف ان الكود بتاع بلدك بيقول ايه او اللي هيبقى فيه المشروع تمام. فادوس اوكي، ولو جيت هنا من انالايز وقلت له انا عايز الانرجي سيتنج هيبدا يقول لي دي الانرجي سيتنج بتاعت المشروع، المود هيبقى ايه، الجراوند بلان اني دور من الادوار هو الجراوند تمام، عشان بس يحسب موضوع الشمس. اظهر اوبشن يبدا يقول لي التارجت، نوع البيلدنج تايم، البيلدنج اوبريشن سكادول. تقدر تقول له مثلا البيلدنج تايب دوت لا ده مثلا 60% من اوفيس و 60% مثلا منه بوليس ستيشن مثلا او بوست اوفيس. تبدأ تشوف ايه الاعدادات الاغلب في المبنى بحيث ان الباقي كله تبدأ تظبطه السبيس بتاعته. ولا مثلا اغلب البيلدنج تايم مثلا وركشوب اغلبه محلات تمام، وهتبقى فيه بعض الحاجات كده تبدأ تظبطها مانيوال. دلوقتي هنروح للهيتنج اند كولينج الودز. فهنا في الجنرال بيلاقي معلومات عامه عن المبنى زي نوع البيلدنج، بيلدنج تايب هل هو اوفيسز او غيره، اللوكيشن موجود فين في اي بلد، الجراوند فيس الدور الارضي انا واحد انا دور فيهم، البروجكت فيس هل ده مشروع لسه نبدا فيه ولا في جزء معمول قبل كده، السيلفر سبيس، البيلدنج انفلوب تمام. دلوقتي هندخل على الديتيلز السبيس، هلاقي السبيس هي موجوده قدامي تمام. وليكن مثلا اختار السبيس رقم 1 هيقول لي سيرفس تايب، تقدر تحددها بقى من هنا، تقدر تقول له الهيتنج انفورميشن قد ايه، الكولينج انفورميشن، الاوت دور اير انفورميشن. وممكن تيجي هنا تقول له هايلايت، اعمل هايلايت على الدور عشان تعرف السبيس دي فين، او اعمل لي ايزوليت اخفي كله وخلي بس السبيس دي بس هي اللي ظاهره تمام. بعد ما بظبط الاعداد بتقول له كالكوليت، فهو بيبدا يعمل الحسابات بتاعته للمبنى كله. ممكن تصدر كل حاجه تقول له اكسبورت جي بي اكس ام ال، فتصدر المعلومات ديت لملف يقدر يقراه برنامج زي برنامج الهاب.